أطفال وبنات صغار وشباب في مقتبل العمر، نتفق جميعا على حب هذا الوطن ونجتمع اليوم بحب العائلة والأسرة. أمانة قبل أقلطكم على العشاء في خاطري حاجة أنا ما قدرت أتجاوزها اليوم صراحة. اليوم الجميع حضر من أباء ما عدا أخونا مساعد بن زاهب وإبراهيم أبو فمين، أتمنى يجون عندي هنا في المسرح. وأنا متأكد أنكم اليوم ما حضرتوا لبيض الله وجهك، أنتم اليوم ما حضرتوا فقط لعيالكم، أنتم اليوم صرتوا أسرة واحدة يا أسرة زد رصيدك 9. إبراهيم وين يا شباب؟ تعال إبراهيم. لا نادوا جيبوا لي إبراهيم. كان عنده مشاكل مع الكنترول أبو عبد الله. مشاكل مع الكنترول؟ إيه. مرحبا ألف أبو عبد الله. طبعا اليوم ما قصروا الشباب في التنظيم والتجهيز، وكذلك ما قصروا نجومنا في الاعمال اللي سووها. احنا حظينا امانه بنسخه جميله جدا في الشعر وفي الصوت وفي المرجله بعد، هم جامعينها كلها. شر بس سعد ابو عبد الله. وانتم يا اباء واهل ما ارسلتوا لنا الا على قولتهم حصنت انتصاقل، اشغلونا ما قدرنا على قولتهم نبعد احد ولا قدرنا نستبعد احد، ملتزمين منضبطين. والخافي عاد الله اعلم، احنا على الظاهر. اما البرايم فهو والله انا على حله ان شاء الله. ما في ايدنا شيء. بل ان يمكن اليوم ان شاء الله ان من يبلغكم انكم برايم اهلكم. ارحب يا ابراهيم. ارحب ابو حياك الله يا ابراهيم. طبعا اللي زاروا اليوم ليس أب كل واحد متسابق، لكن أباءكم أنتم أيضا. ولكن بما أن أهلكم جاهم ظروف خاصة ما قدروا يزورونكم، إحنا في الطاقم الإداري في القناة أعطيناكم إجازة لمدة 24 ساعة لتزورون أهلكم. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك يا عبد الله. الله لا يهينك يا عبد الله. الله يبيض وجهك يا عبد الله. الله يهينك يا عبد الله. لكن شوف طبعا مو اليوم، بكره في برايم، احنا يمكن واحد منهم يطلع ما ندري. صح انا عندي حصاله مره واحده. انا عندي حصاله. انت عندك حصاله خلاص تطلع من اليوم. يا الله وجهك. لكن ابراهيم نشوف وضعه في برايم. الله يعزك. هي نظام مسابقه، شوف احنا اليوم لن نخل بنظام المسابقه ابد، اذا هو في البرايم يطلع بعد البرايم ان شاء الله اذا رجع للقريه، فهي معه 24 ساعة زيارة الأهل كنت يستخدمه إن شاء الله إذا ما كان في البرايم. الله يبيض وجهك يا أبو عبد الله. هي حص لا لا الحصانة ما نقدر نعطيها كذا. لا لا الأمر ليس بالأهواء وأنا أخوك، لكن هو نظام ومسابقة وتنافس بينهم، ما نبي نضيعه في يوم واحد. تعال يا إبراهيم. بيض الله وجهك. الآن معهم كرت خروج 24 ساعة يستخدمونه إن شاء الله إذا تجاوز البرايم، ونتمنى لهم إن شاء الله أن يجمعهم بأهلهم ويديمهم ويحفظهم. أهلكم اليوم ما قدروا يحضرون واعتذروا منا لظروف طارئة عندهم، ولا كانت النية أنهم يحضرون ويشاركونكم الفرحة اليوم في حفل التأسيس ويشاركونا هاللمة الحلوة وهالجو الأسري الجميل اللي عشناه. أنا أكرر سعادتي بحضوركم، والآن ندعوكم لحضور حفل العشاء اللي يقيمه مطاعم تيليا بيض الله وجيهم، فتفضلوا على العشاء. الله يحييكم. بس إبراهيم عنده مشاركة. دقيقة يا أبو عبد الله، اللمسة الأبوية الأخوية والله ما هي مستغربة منك، قسما بالله العظيم عرفناك وصادقناك، كنت أب وأخ كبير وموجه وسند وداعم، والله اني يسالني ربي عنها يوم القيامه. الله يرحمك. والله لا رياض، انا والله ثقلت عليك ولا تزلم. انا ثقلت عليك، امسك المايك والله لا تمدحني. لا والله انا اخوكم هنا، والله اني اقولها وانا صادق. ان يا من ضاق اخذته ويا من تكدر خاطره لاحظت عليه وحليت مشاكله، فالله يبيض وجهك ويطول بعمرك ومن يسمع. احنا ما جينا في هالمكان الا لخدمتكم ولان نساعدكم على النجاح وتوصلون للهدف اللي انتم تبغونه، وهذا هدفنا في اداره قناه بدايه. اسمح لي ابو عبد الله، اولا اهلي عندهم زواج ومعذورين ومسرورين، زواج ولد عمي الله يبني بيته ويبارك له رب هذا اليوم. الشيء الثاني في الربع الشيبان كلهم شيباني انا وخواني وابني عمي ووافين كل ابوهم ما فيهم قصور، وجعلني في داخل خشمك يا ابو عبد الله، وقفت معنا في ذي وفي غيرها وجعلك تحايل. ما سوينا شيء. جعلك تسلم يا ابو عبد الله. جعلك تسلم. سم يا أباء فهد معيان عندكم ومحمد الفهري، أنا ما دعيت من المقدمين إلا هم عشان تأخذون حقكم، فهم عندكم بنطفي اللمبات، خذوا راحتكم معهم، تفضلوا على العشاء، تفضلوا. الله يحييكم، تفضلوا. يا ليت نسمع للأباء والأخوان الكبار، تفضلوا تفضلوا. الله يحييكم. الله وجهك.
تفضلوا. لهنت لهنت